في الحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلي ماك شرقاوي، عفوا ماك شرقاوي محلل سياسي من واشنطن. تحياتي لك سيد ماك. سيد ماك، يعني أصداء في الولايات المتحدة في كل ما يتعلق في هذه التظاهرات. ما فيش شك أن يعني الأمور يعني زادت عن الحد وفاض الكيل. فالطلبة الأمريكان قبل الطلبة العرب الموجودين في الجامعات بيخرجوا تقريبا أسبوعيا لمظاهرات لوقف إطلاق النار. الجميع يطالب بوقف إطلاق النار. استطلاعات الرأي الأخيرة أكثر من 75% من الشعب الأمريكي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، ويتهم الولايات المتحدة الأمريكية أنها تشارك في الإبادة الجماعية التي تحدث في غزة، خاصة مع يعني إرسال الأسلحة والذخائر الهجومية إلى إسرائيل التي بالتأكيد تستخدمها في قتل الفلسطينيين يعني من المدنيين، أكثر من 33 ألف النهاردة قتيل، وأكثر من 75 ألف من المصابين، نصف هؤلاء من الأطفال والنساء. ده بالتأكيد بيؤجج يعني الشارع الأمريكي ورأي العام الأمريكي، وخاصة الطلبة، خاصة أن هناك ضغوط من المؤسسات الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية الإيباك، وأكثر من 300 من المؤسسات الصهيونية التابعة للوبي الصهيوني في إسرائيل في أمريكا، وأخيرها هذا الموقع المشبوه اللي اسمه كناري ميشن. كناري ميشن النهاردة بيعمل يعني توصيف كامل لكل المشاركين في المظاهرات بالصورة والفيديوهات، و بالتأكيد هذا الموقع يعني تأخذه المؤسسات اليهودية والصهيونية في أمريكا، ويعني كل هؤلاء الطلبة الموجودين وأيضا أصحاب الأعمال والمؤسسات اللي بيحضروا في هذه المظاهرات محطوطين على القائمة السوداء، يعني لا يمكن التعامل معهم ولا يمكن توظيفهم، ففي اختراق خارق للدستور الأمريكي وإلى التمديد الأول للدستور الأمريكي وهو حرية الرأي وحرية التعبير. أصبح الأمريكان مهددين في الولايات المتحدة الأمريكية بمثل هذه التصرفات الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك أصداء واسعة ضد هذه التصرفات، وأعتقد أن الطلبة فاض بهم الكيل. نعم، ولكن دكتور ماك، نحن نتحدث عن أكثر يعني أكبر موجة من التظاهرات منذ التظاهرات ضد الحرب في فيتنام في سبعينيات القرن الماضي، فكيف يعني تقرأ هذه في الولايات المتحدة؟ ما حدث في فيتنام أعتقد أنه أقل بكثير مما يحدث في غزة. يعني فيتنام في سنواتها الأربعة أعتقد يعني حققت إسرائيل نفس نسب القتل ويعني التدمير اللي حققته أمريكا في هذه الحرب، ولكن فيتنام كانت الأمور يعني عمليات عسكرية أغلبها وخارج المدن وفي الأدغال وفي يعني الأحراش، ولم تكن يعني في المدن. يعني أبيدت قرى عن بكرة أبيها، ولكن ليس بشكل هذا العنف. نعم، الذي يمارس. إن سمحت لي باقتضاب، يعني اليوم التقى بايدن مع نواب من الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي، هل ممكن لهذه التظاهرات والاحتجاجات المستمرة في الولايات المتحدة أن تؤثر على الإدارة الأمريكية في هذه الحرب؟ أنا أعتقد أن بايدن لا يملك أن يسيطر على القرار في إسرائيل أو يضغط على بنيامين نتنياهو. العكس صحيح، من يضغط على أمريكا ويعني وواشنطن والرئيس بايدن هو بنيامين نتنياهو وما يفعله في الداخل الإسرائيلي، خاصة بعد التصريحات الغاضبة بالأمس بعد إعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على توقيع عقوبات على فرقة يهودا، تسيناح يهودا المتدينة. سيد ماك شرقاوي، لضيق الوقت شكرا لك، محلل سياسي كنت معي من واشنطن، شكرا لك على كل هذه المعلومات.